بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة نشرح مع بعض قصة الاستماع. زيارة إلى المدرسة، لغة عربية للصف الثاني الابتدائي، الفصل الدراسي الثاني، المنهج الجديد. وإن ما كنتش اشتركت في القناة، اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. زيارة إلى المدرسة. في طابور الصباح فاجأنا المدير بخبر زيارة وفد في اليوم التالي ليتعرفوا ثقافة بلدنا مصر. تحمس جميع التلاميذ وقرر بعضهم التدرب على أداء النشيد الوطني بالآلات المصرية الأصيلة اللي هي العود والناي والمزمار والدف والطبول. يبقى في هذه الفقرة وقف المدير في طابور الصباح وفاجأ التلاميذ بأنهم سوف يزور المدرسة وفد. يبقى إيه اللي يزور المدرسة؟ وفد. لماذا؟ ليتعرفوا ثقافة بلدنا مصر. فتحمس جميع التلاميذ وقرر بعضهم التدرب على أداء النشيد الوطني بالآلات المصرية الأصيلة. ونلاحظ كلمة زيارة تتكون من هذه الحروف الزاي والياء والألف والراء والتاء المربوطة، وكذلك كلمة ثقافة الثاء والقاف والألف والفاء والتاء المربوطة. نلاحظ هاتين الكلمتين. جلس خالدا حزينا فجاءت المعلمة وسألته: ماذا بك يا خالد؟ لماذا أنت حزين هكذا؟ رد خالدا: لن أستطيع المشاركة في استقبال الوفد. فتعجبت المعلمة متسائلة: لماذا؟ فأجاب خالدا: لأنني لا أحب الغناء ولا أستطيع العزف على الآلات الموسيقية. في هذه الفقرة رأت المعلمة خالد وهو يجلس حزينا فسألته: ماذا بك؟ فرد خالد وقال: لن أستطيع المشاركة في استقبال الوفد. احنا قلنا الوفد اللي هيزور المدرسة. فتعجبت المعلمة متسائلة لماذا؟ فأجاب قال: إنه لا يحب الغناء ولا يستطيع العزف على الآلات الموسيقية. سكتت المعلمة قليلا ثم سألت خالدا وأصحابه: هل الغناء والموسيقى هما الطريقة الوحيدة للتعريف بثقافتنا؟ فأجاب أحمد مسرعا: لا. ثم الفئتان: فالرسم من الفنون التي تظهر ثقافة البلاد أيضا، لذا سنقوم بعمل معرض صغير لعرض لوحاتنا التي تعبر عن حضارة مصر وجمال مناظرها وعراقة تاريخها. في هذه الفقرة سكتت المعلمة قليلا وسألت خالد وأصحابه: هل الغناء والموسيقى فقط هما الطريقة الوحيدة للتعريف بثقافتنا؟ يعني ما ينفعش تعبر عن ثقافتنا غير بالغناء والموسيقى فقط؟ فأجاب أحمد قال: فالرسم من الفنون التي تظهر ثقافة البلاد أيضا. الرسم إذن الغناء والموسيقى والرسم أيضا من الفنون التي تظهر ثقافة البلاد. والثالثة سوف نعرفها في الفقرة القادمة. نظر أحمد لصديقه خالد وقال له: ولكنك يا خالد لديك موهبة رائعة تستطيع المشاركة بها. فتعجب خالد من كلامه وفكر وهو يردد كلامه: موهبة رائعة، هل تقصد الكتابة؟ فردت المعلمة: بالطبع يا خالد، فأنت كاتب ماهر. هيا يا خالد فكر وقرر ماذا ستقدم لنا. في هذه الفقرة نظر أحمد لصديقه خالد وقال: ولكنك يا خالد لديك موهبة رائعة وهي موهبة الكتابة، أي يكتب أشعار ويكتب مقالات، لذلك عنده هذه الموهبة. إذن الطريقة الثالثة، الطريقة الأولى التي يمكن التعبير بها عن ثقافة بلدنا الغناء والموسيقى، والثانية الرسم أيضا من الفنون، والثالثة الكتابة. ونلاحظ كلمة موهبة تتكون من حرف الميم والواو والهاء والباء والتاء المربوطة. كان يوم الزيارة حافلا حيث بدأ التلاميذ بإنشاد النشيد الوطني وبعض الأغاني من التراث مع العزف على الآلات، ثم قام الوفد بزيارة المعرض المدرسي
الذي كان يضم لوحات وأعمال يدوية بسيطة. وفي نهاية الزيارة ألقى خالد شعرا من تأليفه تحدث فيه عن مصر وحضارتها وتاريخها العريق، فأبهر الجميع بشعره وصفقوا له. أدى الوفد إعجابه بهذا التعريف عن الثقافة المصرية، وتمنى أن تكرر الزيارة مرات ومرات. بعد الاستماع إلى القصة الاستماعي، زيارة إلى المدرسة. نشاط 1، أرسم دائرة حول كل صورة تعبر عن مصر. طبعا هنشوف الصور التي تعبر عن مصر. أول صورة، صورة علم. هل هذا علم مصر؟ طبعا لا، دي صورة كتاب اللغة العربية. يعبر عن مصر؟ نعم، فإن لغة مصر هي اللغة العربية. وأيضا الأهرامات، صورة الأهرامات تعبر عن مصر لأنها توجد في مصر وهي من آثار مصر. إذن الأهرامات نرسم عليها دائرة. وصورة علم مصر أيضا يعبر عن مصر، نرسم عليه دائرة. ويلاحظ التلميذ هذه الصورة من الأكلات المصرية وهي صورة الملوخية، نرسم عليها دائرة أيضا. وهذا الزي الفرعوني يعبر عن مصر، نرسم عليه دائرة. نشاط 2، اقرأ ثم أجب. 1، سيزور المدرسة. مين اللي هيزور المدرسة؟ العائلة ولا وفد ولا أولياء الأمور؟ طبعا وفد. 2، لم ينضم خالد إلى فريق. ما انضمش لفريق الغناء ولا الكتابة ولا المسرح، هو انضم لفريق الكتابة، فإذا لم ينضم إلى فريق الغناء. كانت موهبة خالد كانت إيه؟ الغناء ولا الرسم ولا الكتابة؟ الكتابة. شارك خالد يوم الزيارة بإلقاء شعر عن، ألقى شعر عن الأم ولا عن مصر ولا عن المدرسة؟ طبعا ألقى شعر عن مصر. ضع عنوانا جديدا للقصة. احنا عارفين ان عنوان القصة زيارة الى المدرسة، ممكن نقول ثقافة بلدنا او زيارة الوفد او موهبة رائعة او الثقافة المصرية. اي عنوان يفكر فيه التلميذ من القصة هينفع. 6، فكر في الكلمة التي ألقاها خالد يوم الزيارة وعبر عنها بجملة. ماذا قال خالد يوم الزيارة؟ قال: ألقى خالدا شعرا من تأليفه تحدث فيه عن مصر وحضارتها وتاريخها العريق، فأبهر الجميع بشعره وصفقوا له. إذا تحدث خالد عن مصر وحضارتها وتاريخها، ممكن نعبر عن هذا بجملة: مصر بلدي، أرض الحضارة والتاريخ العريق. نشاط 3، رتب أحداث القصة. هنقرأ أول جملة: جلس خالد حزينا فهو لا يعرف العزف والغناء. هذه كانت البداية. ولا في طابور الصباح فاجأنا المدير بخبر زيارة وفد. رقم 1، في طابور الصباح فاجأنا المدير. ثم بعد ذلك ألقى خالد شعرا عن مصر. أم اختار خالد الكتابة أم جلس خالد حزينا؟ بعدما تحدث المدير في طابور الصباح جلس خالدا حزينا. رقم 2. رقم 3، ألقى خالد شعرا أم اختار خالد الكتابة؟ طبعا اختار خالد الكتابة ليعبر عن ثقافة بلده. رقم 4، ألقى خالد شعرا عن مصر. نشاط 4، أرسم واكتب كيف عبر تلاميذ المدرسة عن ثقافة بلدهم. احنا قلنا عبر ازاي التلاميذ؟ ادي الفقرة. عبروا اولا بالغناء والموسيقى، يبقى اول شيء بالغناء والموسيقى. بعد كده قال احمد: فالرسم من الفنون التي تظهر ثقافة البلاد. اذا عبروا بالرسم، فان الرسم من الفنون التي تظهر ثقافة البلاد. واخيرا اختار خالد الكتابة لكي يلقي كلمة. نشاط 5، تحدث مع زملائك عن ثقافة بلدك من خلال اللغة والأغاني والتاريخ. يحاول كل تلميذ أن يتحدث عن بلده من خلال اللغة والأغاني والتاريخ، فيمكن للتلميذ أن يتحدث بالأناشيد أو يتكلم باللغة العربية عن بلده وعن تاريخها. لاحظ وتعلم. نشاط 1، رتب الحروف لتكون كلمات. أول كلمة، فاكرين الكلمات اللي أنا شفتها في الأول؟ الراء والألف والياء والتاء والزاي. كانت كلمتي أبطال زيارة. تاني كلمة،
قاف وثاء وألف مد وتاء مربوطة وفاء، ثقافة أو ثقافة. تالت كلمة ميم وراء وصاد، مصر. الكلمة الأخيرة واو وهاء وتاء مربوطة وميم وباء، موهبة. نشاط 2، رتب الكلمات لتكون جملة. 1، ثقافة الرسم يظهر البلاد. طبعا الكلمة الملونة هي اللي هبدأ بيها، يعني أول كلمة هبدأ بكلمة يظهر. طيب إيه اللي يظهر؟ يظهر الرسم ثقافة البلاد. يبقى نرتبها ونقول يظهر الرسم ثقافة البلاد. 2، تدرب غنائي التلاميذ النشيد على الوطني. الكلمة الملونة تدرب، طيب مين اللي تدرب؟ التلاميذ. يبقى تدرب التلاميذ على غناء النشيد الوطني. نرتبها، تدرب التلاميذ على غناء النشيد الوطني. رقم 3، التلاميذ بلدهم والكتابة عبر بالرسم والغناء عن. الكلمة الملونة عبر، مين اللي عبر؟ التلاميذ. عبر التلاميذ بالرسم والغناء والكتابة عن بلدهم. نشاط 3، احذف الحرف الأول من كل كلمة وخمن الكلمة الجديدة وارسمها كالمثال. أول كلمة اللي هو المثال مشمس، هنشيل الميم تبقى شمس وصورة الشمس مرسومة. طيب تاني كلمة فكرة، أدي كلمة فكرة، هنحذف الفاء يبقى كرة ونرسم الكرة. الكلمة الثانية جمال، لو حذفنا حرف الجيم يبقى اسمها مال ونرسم صورة المال. الكلمة الثالثة أنهار، طبعا هنحذف الحرف الأول هيبقى اسمها نهار. طيب نهار نرسم صورة النهار. نشاط 4، ارسم دائرة حول الكلمات التي بها تنوين بالضم ومربعا حول الكلمات التي بها تنوين بالكسر. أول كلمة حصان، كلمة حصان ده تنوين بإيه؟ بالضم، نرسم عليها دائرة. كتابا، كتابا أنا عايز تنوين بالضم أو بالكسر. قطة، تنوين بإيه؟ بالكسر، نرسم عليها مربعا. مكتب، مكتب تنوين بالكسر أيضا، نرسم عليها مربعا. زجاجة، ده هنا مش تنوين أصلا، ده ضمة واحدة، زجاجة لن نرسم عليها دائرة. كوبي، كوبي أيضا كسرة وليس التنوين بالكسر، لن نرسم عليها دائرة. طبق تنوين بالضم، نرسم عليها دائرة. نشاط 5، أكمل الجدول كالمثال. الكلمة مصباح تنوين بالكسر، مصباح تنوين بالضم، مصباح. طاولة تنوين بالكسر، طاولة تنوين بالضم، طاولة. شباك تنوين بالكسر، شباك تنوين بالضم، شباك. يلاحظ التلميذ أن التنوين بالكسر يوضع تحت الحرف الأخير في الكلمة، وكذلك التنوين بالضم يوضع فوق الحرف الأخير في الكلمة وهو عبارة عن ضمتين، أما التنوين بالكسر عبارة عن كسرتين ولا يكون كالتنوين بالفتح بإضافة ألف. نشاط 6، اكتب بخط النسخ بلادي 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 لك حبي وفؤادي. أهم 3 أشياء لتحسين الخط أن يلاحظ التلميذ السطر الذي سوف يكتب عليه ولا ينزل عليه، ويراعي الحروف التي تكون فوق السطر والحروف التي تكون تحت السطر، ويراعي أيضا أن كل حرف له ذراع، كل حرف له ذراع، لازم يرسم للحرف ذراع لكي يمسك في الحرف الذي يليه، مثل حرف الباء له ذراع مسك في حرف اللام. تكون الكتابة بهذا الشكل على السطر، بلادي بلادي لك حبي وفؤادي. بكده إن شاء الله نكون قد انتهينا من درس اليوم، وانتظرونا إن شاء الله في الدرس القادم، نول وخيوط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.